الاستراتيجية الجديدة لقطاعنا تتمحور حوالي ثلاث محاور. المحور الأول هو تطوير النسيج الصناعي المحلي والتوجه الكبير الكبرى لسنة 2024. ثانيا ضبط السوق وتوفير الأدوية على المستوى الوطني. المحور الثالث هو تشجيع أنظمة المعلومة والمنصة الرقمية في هذا القطاع. قبل ما نتطرق للمحاور الثلاثة، وتعرفوا نفكر دائما باللي الجائحة تاع كوفيد 19 خلتنا ناخذ دروس. تعرفوا البلدان اللي خرجوا سالمين من هذه الجائحة هما البلدان اللي كانت عندهم صناعة دواء محلية قوية. المحور الأول تطوير النسيج الصناعي. يبلغ عدد المؤسسات الصيدلانية لتصنيع الأدوية اليوم إلى 203 مؤسسة، منها 189 مؤسسة للإنتاج و14 مؤسسة للإنتاج عن طريق المناولة لا سوتريتانس. تتقسم هذه المصانع وهذه المؤسسات كما يلي: 114 مصنع للمواد الصيدلانية، 70 مؤسسة للمنتزمات الطبية، وخمس مؤسسات تقوم بالإنتاج المواد الصيدلانية والمنتزمات الطبية في نفس الوقت. الإنجازات اللي قمنا بهم في سنة 23 كان أولا المصانع اللي كانت أنجزت لإنتاج الأنسولين، وكلكم تابعتم لأول مرة في الجزائر فيه مصنع من طرف مؤسسة وطنية خاصة لإنتاج الأنسولين وأقلام الأنسولين اون فول بروسيس. وهذا الإنجاز خلانا نقتصد حوالي 100 مليون أورو في هذه السنة. كما انطلقت كذلك صيدال في إنجاز الأنسولين على شكل قارورات متوجهة للمستشفيات. هذا المصنع اللي كلكم تعلموا باللي كان موجود وانجزناه في سنة 2006 وتوقف في 2012، ولكن عاودنا انطلقنا في الانتاج به في سنة 2023 بالضبط في شهر مارس. دائما في الأنسولين تم منح الترخيصة لمجمع لكلكم تعرفوه نوفو نورديسك لتركيبة الأقلام في مصنع في بوفريك. وهذا المصنع خلانا كذلك نقلص فاتورة الأدوية بالأخص في الأنسولين 44 مليون أورو. ثانيا لإنتاج الأدوية اللي متخصصة لعلاج السرطان تم اعتماد ست مشاريع لإنتاج الأدوية المخصصة للسرطان. ثالثا إنتاج قطورات العيون وحبوب منع الحمل ودراسات إمكانية إنتاج هذه الأدوية في سنة 2024.